ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من متابعة ملف استثناءات المحاضرين. أهلا بكم. حيث ترأس محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل اجتماعا مشتركا ضم أعضاء اللجنة المشكلة من مجلس المحافظة ولجنة التعيينات، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات تتعلق بالمحاضرين الذين حصلوا على استثناء من مجلس الوزراء فيما يتعلق بشروط المفاضلة وضرورة تدقيق بياناتهم من قبل مديرية تربية صلاح الدين لضمان صحة الإجراءات وفق قرارات مجلس الوزراء. وأكد الفحل أن حكومة المحافظة ومجلسها يلتزمان بإجراءات رسمية دقيقة لضمان دقة البيانات المقدمة من تنسيقات المحاضرين والإداريين، موجها لدعم القطاع التربوي من خلال سد الشواغر العلمية حصرا من المتقدمين عبر رابط التقديم السابق لتغطية احتياجات كافة أقسام التربية في المحافظة.